دي آخر مساحاتنا لليوم زينب، لازم نختم بطاقة حلوة. وطاقة أكيد الجذب كتير بنسمع عنها، بنسمع قديش هي، في أشخاص كتير بتزبط معهم، بيقدروا بيجذبوا أشخاص أو أشياء لحياتهم. كيف بتشتغل طاقة الجذب وكيف ممكن احنا نفعلها؟ أكيد هاي التفاصيل رح نعرفها مع خبيرة المهارات الحياتية مريم العيسى. يسعد صباحك، صباحك طاقة حلوة. حبيبتي صباح النور. يسعد صباحك مريم. يعني دائما بس تكوني بنسألك عن قانون الجذب تقولي بس يصير في حلقة وفرصة بنحكي. تمام. اليوم ما بدنا نحكي عن هالقانون اللي هلا منتشر بشكل كتير واسع بين الشباب، مثل هيك بصيص أمل خلينا نقول. تمام. لكن هذا القانون خلينا نعرفه بشكل عام أولا بعدين نفوت بالتفاصيل. أول شيء من اسم قانون فهو قانون، يعني له شيء قواعد. طبعا هو شيء ساري، يعني موجود وساري ومو مثل القوانين الطبيعيه اللي بيحطوها البشر، لانه هن بيحطوها. هو قانون كوني موجود، فهو ثابت وماشي سواء انت بتعرفي فيه او ما بتعرفي فيه، سواء انت مؤمنه فيه او غير مؤمنه فيه. طبعا. بمعنى انه هو حسب يتبع عدد من القواعد، خلينا نقول انت بناء عليها مشيتي فيها بشكل سلبي رح تزبط، بشكل ايجابي رح تزبط. لكن اذا بدنا نعرف لحتى الناس تعرف وما تاخده بشكل اعتباطي مثل ما بتقولي منتشر بين الشباب، لكن كل واحد يعني خليني اجرب. هو تجريب ما في بقانون الجذب، هو ساري عم يمشي بالحياه. ليش الاشخاص دائما بتقلك انه انا دائما الامور عم تمشي معي بشكل عكسي، دائما الامور عنده ايمان بفكره دائما الامور بتمشي بشكل عكسي وبالتالي رح تضل تمشي بشكل عكسي. طب انا شو اللي اعمل؟ اقلب المعتقد تبعي، يعني اقلب انا طريقه تفكيري. اغلب الناس واغلب العالم اللي بتدرب بقانون الجذب او بتحكي عنه بتقلك هو يعتمد على طريقه التفكير. صح، هو يرتكز على التفكير، لكن الاعلى او الركيزه الاساسيه هي شعوري نحو التفكير. فهو يعرف بانه هو ما تشعر بما تفكر فيه معظم الوقت. فلما بتفصلي انت العنوان بتعرفي انه الركيزه الاساسيه هي معناها شعوري، لانه انا اليوم بفكر بما في مدارس بتقول من 60 ل 70 الف فكره باليوم. طب هدول هن اللي انا عم بجذبهم؟ لا، هي في ثرثره فكريه وفي كثير تصنف الافكار. لكن لما انا بجي بشوف العنوان التعريف هو ما تشعر بما تفكر فيه معظم الوقت، فانا عندي ثلاث بنود اللي هي الشعور بما افكر فيه ومعظم الوقت. فانا في فكره معينه عم فكر فيها، طريقة شعوري حول هي الفكرة، الكثافة الشعورية حول هي الفكرة، وقديش أخذها من وقتي. هذا كله بده يمشي. إذا بدي أحطه أنا، فأنا معناها بدي أفكر بطريقة أكيد إيجابية، بطريقة فيها إيمان، بطريقة فيها عدم خوف، بطريقة فيها يقين حول الفكرة. يعني هذا الشعور حول الفكرة اللي أنا عم فكر فيها وتاخذ مني حيز كبير من يومي. في ناس بتقلك انه لا انا ممكن افكر، وبيعطوا تمارين لموضوع الجذب انه انا بكفيني افكر مثلا 10 دقائق بالنوم او 10 دقائق الصبح او كذا، لكن لا، هي بدها تكون الفكره مستحوذه. لكن كمان في هذا الاستحواذ له شروط، ما تكون فيها تعلق، بمعنى انه انا ما حط براسي بطريقه انه انا كيف انا بعرف اذا متعلقه فيها، انه يا بتصير يا ما بدي شيء بالحياه. يعني أنا مركز كل حياتي عليها، لا، أنا فكرة مستحوذة عندي وبعرف حالي. ليش قلت من شوي لازم يكون طريقة شعوري فيها إيمان ويقين بأن أنا واصل؟ كل الأشخاص اللي كان عندهم هذا الإيمان ورسموا هذا الطريق وصلوا كل بدون استثناءات. حتى الأشخاص لا تنطبق عليهم مواصفات معينة، يعني لازم يكون دارس كذا، لازم يكون متعلم كذا، لا لا لا، ما في شروط معينة، لأنه هو ماشي وساري على الجميع بدون استثناءات. إذا نحن بنركز على الشعور، على الفكرة. يعني أنا في عندي فكرة معينة بفكر فيها اليوم، إذا أي شخص بده يسمع هذا الكلام، فشو الفكرة اللي أخذ كل تفكيري؟ طب أنا كيف طريقة شعوري فيها؟ هل هي من يأس؟ يعني أنا عم فكر فيها يأسان يلا إن شاء الله تصير؟ لا، لأنه أنا بالنتيجة رح أجذب ترددي. التعريف الثاني للجذب بيقول لك أنت تجذب ما أنت عليه. أنت عليه شو يعني؟ يعني مو لونك ولا طولك ولا بلدك ولا، لا، هي ترددك. التردد معنى هون هو شعورك، نرجع للشعور، لأنه الكون ذبذبي يعتمد على الترددات مثل موجة الراديو. فأنا كيف تردد؟ يعني كيف الحالة الشعورية العامة إلي؟ حتى إذا في شخص، لاحظوا الأشخاص اللي هن والحالة الشعورية العامة، ما بدي أقول الفرح أو الإيجابية أو اللي بيخدعوا فيها أنفسهم لما ببلشوا بهي القصص أنه أنا منيح وأنا إيجابي، لا، مو كل الناس بيقدروا يكونوا مناح وكل الوقت، لا، لكن هي إيجابي. إذا بدي ركز تماما بدي أقول هي الحالة من الرضا، من الرضا، ولا يعني الاستسلام، الرضا بما هو موجود اليوم عندي ومنطلق من بناء على الرضا اللي أنا فيه مهما كان وضعي
انا ساعتها فيني اترقى بشعوري واطلع فيه بعدين، لانه انت مستحيل تطلع من شعور انت فيه سلبي ومحبط وفاقد الامل لشعور جيد بدون ما تمرق بطريقه بموضوع الامل، لانه ما بيزبط معي هذا. هون بصير بفوت بنوع من الخديعه انه انا عم بخدع نفسي، وبالتالي بصير عنده نوع من الاعاقات بعد فتره زمنيه معينه، انه بتلاقي الهدف قرب منه لكن ما عم يزبط، قرب منه لكن ما عم يزبط. طيب كانك عم تحكي مريم انه نحن مثل نفعل العقل الباطني عندنا وكل حواسنا لنركز ونفوكس على الشيء بدنا اياه. طيب كيف فينا نطبق هذا بالحياه العمليه؟ هو بده سلوكيات على ارض الواقع ولا بكفي مثلا النيه، بكفي انه نضل حاططه ببالي؟ لانه انت عم تقولي في فرص ممكن تقرب وممكن تروح. اذا بدي انتبه لموضوع الفرص، انا حكيت وانا عم بحكي عن التعريف قلت انه عندي ايمان مطلق بالشيء اللي انا رح احصل عليه، لانه انا عم بطلب من 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 الخالق، يعني انا عم بطلب، ما عم بطلب من حدا امكانياته مثل امكانياتي، انا عم بطلب هذا الشيء كونيا، فالكون هو مسخر لخدمتنا، يعني انه انت بس تطلب وتعرف شو اللي عم تطلبه. يعني اذا بدنا نحكي اليوم بس على بند واحد بقانون الجذب، فانا بقول لك انه هو الوضوح والتحديد، حدد شو بدك. لانه اعطينا مثال مريم، يعني مثلا كثير في ناس ما بتعرف تحدد شو بدها، اعطينا اذا هيك بيخطر على بالك شيء مثال انه انا بدي اعمل. لا مو موضوع كذا. مثال، رح اقول لك الناس اللي ما بتقدر تحدد شو بتعمل، الناس اللي ما فيها تحدد اللي بدها اياه معناها بتعرف كثير منيح اللي ما بدها اياه. كثير بتعرفه، انا ما بدي اكون فقير، طب انا شو بدي معناها؟ انا بدي يكون عندي مصاري، اوكي، انا ما بدي اكون مريض. يعني اليوم تعي اسألي الأشخاص شو اللي ما بدك اياه بكر لك كل شيء. ما الشخص اللي ما بيعرف شو بده يكتب اللي ما بده اياه، أنا بكتبه على جناب، أنا ما بدي كذا وكذا وبقلبه. إذا ما أنا ما بدي الفقر معناها أنا بدي الغنى، ما بدي المرض معناها أنا بدي الصحة، ما بدي. ولازم يكون واضح ومحدد، وأنا هي نقطة الإيمان فيه، إنه هي اللعبة، نقطة اليقين فيه. متى ما وصلت أنا لهي النقطة كل الباب تنفتح، لأنه أنا يعني حتى معروف أنه شرط أنه الإنسان لحتى يدعي لازم يكون عنده يقين، شرط استجابة الدعاء هو اليقين بالحصول على الجواب. فأنا لما ما بيكون عندي هذا اليقين هون بتصير عندي المشكلات. الفرق بين الجذب والواقع، أنه الناس بتقول لك لا الحياة الواقعية، ولا هو الجذب ما أنه أنت نمتي فئتي لقيتي في بنك أو حساب بالبنك أنت رقم كذا، لا، لكن هو بيقرب المسافات. يعني دائما نقول لهم بالجذب انت مثلا واقف بمكان وسط، والهدف هون خليني اقول انت والهدف تتحركوا باتجاه بعض، الكون بيسخر لك وبييسر لك الامور ليوصلك مع. اما بالخطط العاديه وبالجهود العاديه وبانه انا بدي اشتغل بكيفي وانا بدي ابذل جهدي، فهون هدفك وانت ماشي باتجاهه. فالفرق انه انا هون في سعي نفسي بالجذب وعالي كثير السعي النفسي، وفي سعي جسدي، هذا ما بيلغي ابدا سعينا نحن المادي والجسدي حول الشيء اللي نحن بدنا اياه. نعم مريم، عم نحكي عن جذب الاشياء، ايضا في جذب للاشخاص. كمان عم نقرا عنه كثير، كمان بنفس الطريقه ونفس التقنيه، هو نفس الطريقه، بس الفكره كيف؟ الفكره انه الاشياء مثل انا بدي حبيت طاوله، حبيت بيت، حبيت شيء معين، هي الاشياء ما عندها اراده، ما عندها تفكير مثلنا، وما عندها إرادة، فهي ما عندها أي مقاومة تجاه أنها تجي لعنا. الفكرة بإيماننا نحن أنه أنا بدي إياها فبدها تجي باتجاهي. الأشخاص لهم إرادة ولهم مقاومة ولهم تفكير ولهم أحلام ولهم طموحات، فبيصير في بعض الأحيان صعوبة بأنه أنا أجذب شخص معين أو شيء معين، لأنه بيصير له نوع. وحتى كثير بيسألوني هذا الموضوع ما بفضل أحكي فيه، لأنه بيكون في شخص بده شخص معين، فإنه لا هذا الشخص ممكن ينجذب بفترة زمنية معينة بعدين بيبطل هذا الانجذاب، فإنه أنا بوقع بقصص. لا أنا بترك، إذا بدي أجذب شيء معين او شخص معين او فرصه معينه فبجذبها بالعموم، بمعنى انا بدي شخص بمواصفات كذا وكذا وكذا، بعمم ما بحط شخص بعينه، هيك رح يكون في اساسا رح تكون في فرصه اكثر، لانه انت مثلا بدك صفات معينه، فهي الصفات موجوده بكثير اشخاص، تمام؟ فانت ليش لتحدديها بشخص معين؟ هذا الشخص ممكن فتره زمنيه معينه فعليا تشتغلي على موضوع الجذب ويزبط، بعدين هو يوعى. فلهيك الاشياء ما لها مقاومه باتجاهنا، دغري وجذبها اسهل بكثير. يعني دائما بنقول توقع ما تشاء فكل متوقع آتٍ. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا ولكل الطاقه الحلوه اللي عطيتنا. حبيبتي قلبي، شكرا لك يا مريم، وان شاء الله بقيه نهار حلو. شكرا حبيبتي قلبي.